أن الإلهام والتوفيق وكأنه يشترط على وجود علم، يعني بالضبط. علم في زيادة، لكن ما فيش علم خالص، وجه علم ده مش موجود. زي واحد بيقول استفت قلبك، لكن أنا مش عندي علم خالص ولا أي حاجة، استفت قلبي هروح السينما، استفت قلبي هروح عند الرقاص، معلش يعني استفت قلبي أنا هعمل الصف العظيم. ليه؟ لأن معروف القلب سمي قلبا للتقلب. إنما هنا لا، ده أنا أرجع للكتاب، وصحيح زي ما سيدنا النبي قال كده، كتاب والسنة، الكتاب والسنة فيهما النجاة. وإذاك أبو حامد الغزالي وده إمام المتصوفة، نعم، يقول الذي يمضي في هذا الطريق كالمسافر في البديع في الظلمات كثير، والأرض كثيرة الشعاب والأودية. تخيل أنا مسافر في ظلمة، ليلة مظلمة، لا في لا شمس ولا قمر ولا في أي ولا حاجة بين خالص، وبعدين أنا عايز أسلك طريق معين، ولكن دي كلها بوادي وطرقات وشعاب. قال طب هسلك الطريق الصح ازاي واعرف ازاي ممكن اهلك واضل؟ قال لك اذا لابد للمسافر من قمر منير او شمس مشرقه حتى يهتدي الى دليل. قال والقمر المنير كتاب الله جل وعلا، والشمس المشرقه سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نفس الكلام بتاع الامام الجنيد يا مولانا، هنا علمنا مضبوط بكتاب السنه، ومن لم يحفظ الكتاب ولم يكتب السنه ولم يتفقه في الدين فلا يقتدى به. ما يقتداش به ليه؟ لانه مش شيطان يشتغله. اديك مثال طبع. ذكر ائمتنا ونذكرها في الجزء الثاني عندي من لطائف العلماء، ان كان في واحد بيجلس في مجلس صوفي، انا كده بطهر ساحه الصوفيين والله من الادعيه، يشهد الله انني بحافظ على ما يكون لهم باذن الله صوف سني قائم على اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبرجعهم لائمتهم، برجع لابي حامد الغزالي في كلام، برجع للجنيد في كلام. نعم. خلي بالك، قال لك ايه، يقعد مع الشيخ الطريقه بتاعه، الشيخ الطريقه كان جاي له مستعبط، فكل شويه يقول ايه، انا لسه راجع من مكه الوقت حالا، راجع من مكه، انا بعد اذنك هدخل جوه السنه هصلي في مكه ركعتين، ويقوم داخل بعدين، كنت في مكه يا مولانا، يقول الطريق اهو، خدت لك ازاي، قال انا رايح الحرم المدني. فالراجل ده تهبل، ما هو جاهل وما يعرفش حاجه، قال له لا شوف بقى، بعد ما الناس مشت والله ما انا سايبك، انا عايز اروح المكه الليله دي. قال له لازم توصل الاول وفي حاجات وتع، قال له شوف والله ما انا سايب، هبوتك، عرفنا اوصل. قال له طيب روح، اما تروح كده قلت رن برن وكلمات غريبة اللي انت عارفها لك بالسوريانية دي، ما عارف ان الرجل ايه عنده انيميا من الفقر وبتاع، ويقول كلمتين هيدخ ويتلط وينام، انجي كده يقول له العب فيك بقى، يبقى انت اللي ما وصلتش. قال له لغاية اقعد قول 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 لغاية ما تلاقي بقى يجوا يشتلوك وتلاقيك في مكة. قال له طيب راح بقى نام جنب الست بيت، تكلموا قال له ابو لك ايه تكلمنيش ليه، لا انا رايح مكة. نعم ترن برن ترن وكلام اللي انت عارفه دي. فجأة الشيطان قال وقت بس ما نام، وقال له اركب. قال له اركب فين؟ قال له على كتافي. قال له ازاي بقى؟ قال له كلهم بركبوا، مش عايز تروح مكة؟ هوديك مكة ويلا. قال له حاضر ركب. الزنق عايز يقطع حاجته بوك، انا مزنوق نزلني. قال له ازيك انا فين؟ انت عارف انا فين؟ ما عادش ينفع اعملها على ظهر. قال له يا عم اعملها ما فيش اي مشكلة ما تقلقش. هو الكلام ده فين؟ في المنام خلي بالك. قام عامل المي شوية لقى صراخ، الأهل نايمة جنبه صرخت يا أنا أنا وصلت مكة. قالت له لا رجعت عيل تاني، خدت ألعبك إزاي. فهنا الرجل ده ليه؟ لأن ما كانش مع رجل صادق ولا على رجل متبع، لأن مفيش حاجة اسمها كده. ده النبي في غزوة أحد يا عم الدكتور محمد اللي حصل له ده أسباب، سقط في الحفرة وانكسرت رباعيات وده سيد الخالق.